السلام عليكم الناس الخير، خوتي خواتاتي، انتم على قناه جيله شانال الحياه بفرنسا. تحيه للناس الخير في ما كتشاهدونا وفي ما كتتابعوا الفيديوهات ديالنا. الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو عباره ولا مخصص للاخبار كذلك. بطبيعه الحال كيف كنقول لكم دائما، اخبار كتكون الناس اللي كيكونوا ساكنين هنا في فرنسا، مهاجرين في فرنسا. بعض المرات كيكونوا اخبار اللي كيهموا الاتحاد الاوروبي، يعني الناس اللي ساكنين خارج فرنسا. غادي نعطيكم كما عودتكم العناوين باش تعرفوا اشنو هي التفاصيل اللي غادي تشوفوها في لا فيديو. بالنسبة للعناوين غادي نشوفوا على انه ارتفاع الحرارة كيؤدي بحرائق في الغابات وكذلك الى خسائر بشرية. كنشوفوا كذلك بالنسبة للتغييرات اللي غادي تشوفوا، غادي تكون في شهر غشت اللي هو اوت، وكذلك في شهر سبتمبر اللي هو شهر 9 هنا بفرنسا، اللي كتخص كذلك المدارس سواء الكوليج ولا الليسي ولا كذلك المدارس. كذلك غادي نشوفوا ما مصير الجالية المغربية بخصوص تبادل المعطيات ولا آلية المعطيات المالية. عارفين على انه ذاك القانون اللي كان توقع في 2019 يعني تم توقيعه، غادي نشوفوا مؤخرا اشنو قالت لنا الحكومه المغربيه بخصوص هذا الامر. وكذلك من بين اخبار غادي نشوفوا على انه الشرطه في فرنسا في غضب، وكذلك اليوم اللي غادي يكونوا بعض الكوميساريات اللي هما نقولوا دايرين اضراب ما غاديش يخدموا. نبدا معكم التفاصيل ديال الاخبار. كنشوفوا على انه ارتفاع الحرائق كيؤدي بخسائر بطبيعه الحال اللي كتكون على مستوى البيئه الغابات، وكذلك للاسف خسائر بشريه. كنعزي الناس نتاع الجزائر، بطبيعه الحال نضلكم كلكم شفتوا يعني وشنو كانوا هاد الحرائق وكما الموقف، ولا نظن الصوره اللي شفتوها ان فوا شفتوا يعني حرائق وشفتوا خسائر بشريه، يعني تعازينا للشعب الجزائري. نظن انه ذكركم السنه الماضيه نفس الشيء وقع، يعني نفس الاحداث وقع. كتكون يعني كتكون ارتفاع الحراره، هذه الحراره كتؤدي الى يعني حرائق في الغابات، وبطبيعه الحال فاش تكون الجهه كيكون فيها سكان كيكون يعني هنالك وفاه. الناس اللي كتوفى يعني في هذا كنقولوا فاش يكونوا حرائق ولا كتعرفوا على انهم كيتسموا على انهم شهداء. بطبيعه الحال كنعزيو خوتنا الجزائريين، وكذلك حتى الحكومه حتى الحكومه المغربية. نظن انه في الاخبار نتاع الجرائد المغربية انها قامت بتعزيات الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية من خلال كذلك هاد الحرائق هادو. كانوا كذلك في الكورس، في الكورس هي مدينة اللي هنايا يعني واحد الايل، واحد الجزيرة اللي نظن لكم كلشي كتعرفوها كاينه هنايا بفرنسا. كذلك كان فيها حرائق هاد الليلة. هاد الحرائق انها كتزيد تنتشر كان جوج ديال العوامل، كان يعني الحريق زائد انه كان الرياح. وبطبيعة الحال كتعرفوا فاش كان يكون النار وكتكون الرياح، هاد العوامل فاش اجتمعوا انه يعني الحريق كينتشر بسرعة. كذلك كان في بعض يعني دول اخرى مثلا اليونان كذلك كان حرائق. حنا في الجهه ديالنا الشرقيه بالنسبه للناس اللي كتبعونا من الجهه الشرقيه كان بعض الحرائق اللي كانوا في واحد القريه السياحيه اللي هي تابعه لمدينه بركان، سميتها تافوغالت. نظن الناس اللي انكم يعني مشيتوا لهذه المنطقه تشوفوها، ولكن الحمد لله ما كانوش يعني خسائر بشريه، ولكن هذيك الحراره اثرت بكثير بكثير على السكان، بحيث انهم كتعرفوا انه الحراره فاش كديباسي يعني واحد الرقم انه الجسم البشري ما يقدرش انه يستحملها. هذا الشيء اللي كان بالنسبه يعني انه كاين خسائر بشريه بخصوص هذا الموضوع ديال الحرائق. بالنسبه كذلك نمشي معكم للخبر الثاني. الخبر الثاني وهو انه بالنسبه لشهر غشت وشهر سبتمبر، بالنسبه لشهر غشت شاركت معكم في الفيديو السابق على انه يكون التغيير على انه غادي يزاد 10% بالنسبه للكهرباء، وشرحت لكم وقلت لكم على انه تقريبا شحال غادي يكون بالنسبه للناس اللي ساكنين في ستوديو، بالنسبه للناس اللي ساكنين يعني في ابارتمون. كذلك كاين تغيير اخر اللي يبدا ابتداء من لو بروميي اوت، وهو انه فاش غادي تمشيو تكونوا تشريو مقتنيات نتاعكم ولا يعني كديروا لي زاشا ديالكم، بطبيعه الحال غادي لو تيكيت كاس خاصكم دومانديوه، يعني ما غاديش يبقى يتعطى لكم لو تيكيت كاس، ولكن خاصكم نتوما تطلبوه. اذا ما طلبتوش راه ما غاديش يعطيوكم لو تيكيت كاس. علاش؟ بحيث انه الحكومه الفرنسيه كتحاول انها باش انها تخرج ما يسمى لو غاسبياج، ما يكونش لو غاسبياج، بحيث قال لك هذوك لي تيكيت كاس اللي كيتعطاو تلقاو على انهم كاين 30 مليار تيكيت كاس، وهذا الشيء كيضر بالبيئه. ولذلك انا فقط بغيت انني نقول لكم انه اذا كنتو غادي ديروا النشا بطبيعه الحال طلبوا لو تيكيت كاس، يقدروا انه يعطيوه لكم، كما انه يقدروا يرسلوه لكم باغ ايميل، كما انه يقدروا انكم ديروا ما يسمى لو كود، واحد لو كود، هذاك لو كود باغ
انه على حساب الهاتف ديالكم، هما راه غادي يقولوا لكم كيفاش غادي تكون الطريقه ديال التعامل ديال كل ماغازا. حاجه اخرى هنا بين قوسين، في حاله ما انكم مشيتوا شريتوا مثلا نقولوا الحاجه اللي خاص يكون عندها لا غارونتي، مثلا شريتوا هاتف شريتوا اورديناتور، نو في هذه الحاله لا يطبق، في هذه الحاله خاص يعطيوكم لو تيكيت كاس، هاني كنقولها لكم. كذلك شيء اخر اللي بغيت انني نشاركه معكم بخصوص لو تيكيت كاس باش هكذا ما ننساش ليكم شي حاجه، اذا كنتو غادي تمشيو مثلا للريستورون، الريستورون خاص يعطيكم لو تيكيت كاس، حيت انهم مثلا نقولوا كليتو في هذاك لي ريستورون، مثلا هذاك الريستورون اللي كليتو فيها من بعد ضراتكم كرشكم ولا وقع شي حاجه، خاصكم تبينوا على انه ها فين كنتو في هذاك التوقيت وها فين كليتو، لذلك انه بحال نقولوا واحد الورقه اللي تبينوا بها ولا تبرهنوا بها. نظن راكو فاهميني وشنو بغيت نقول لكم، يعني فقط في لي ماغازا اللي ما غاديش يعطيو لو تيكيت كاس صوف اذا نتوما انكم طلبتوه. نمشي معكم بالنسبه للخبر الثالث، لانه الرئيس الدوله الفرنسيه ايمانويل ماكرون اعلن على بعض التغييرات اللي تقدر تكون في شهر 9 بالنسبه للمدرسه ولا الكوليج ولا الليسي. هو تقريبا حدد على حساب 6 ولا 7 ديال الاشياء، انا غادي نبدا لكم من 7 ونجي نازله. غادي نقول لكم شنو قال. قال بالنسبه للتعديل على مستوى الثانويات، يعني اللي كتكون لي ليسي بروفيسيونيل، الثانويات المهنيه، نظن انهم كتكونوا تعرفوا ربما منكم اللي عندهم وليداتهم يعني في ثانويات مهنيه، يعني وليدك غادي يتبع واحد لو باركور اللي كيكون هو باغي يدير باركور بروفيسيونيل، يعني يتعلم واحد المهنه باش انه يخرج داك الدبلوم ديال ديك المهنه. وكاين بزاف نتاع المهن، كاين فنيه، كاين تجاره، كاين كاروسري، كاين ميكانيك، كاين موتو، كاين نظن راكو عارفين. بغى يدير واحد التعديل على مستوى الثانويات المهنيه، ولكن ما عطاش يعني دي ديتاي اكثر. ولكن اشنو قال؟ قال ابتداء فاش يكونوا الوليدات نتاعكم في الكوليج، بالنسبه للوليدات اللي كمثلا كيكونوا في الكوليج غادي يكون كل 15 يوم، كل 15 يوم غادي يديروا بحال نقولوا ان دومي جورني، واحد نصف يوم لهاد التلاميذ اللي يكونوا في الاعداديه باش انهم يوريوهم ولا يقربوهم ولا يعرفوهم من هاد يعني من هاد المهن هادي، باش انهم يكون عندهم واحد لوريونطاسيون احسن، واحد التوجيه احسن، باش يعرفوا اشنو وشنو راهم باغيين يديروا. كنهضر هنايا بالنسبه للوليدات اللي ما كيكونوش باغيين يكملوا لي زيتود، ولكن يكونوا باغيين يديروا كيف قلت لكم يعني مهنه. كذلك اشنو قال؟ قال على انه بالنسبه للاحياء اللي كتكون تعرف صعوبه، قال لي كارتيي اون ديفيكولتي، اللي كتكون تعرف صعوبه ولا تعرف هشاشه، ولكن هنا ما ديطاياش اش من لو كريتير نتاع هاد لي كارتي، يعني كيفاش دايرين، كيفاش غادي يكونوا، يعني كنقولوا وضعيه لي كارتي في وضعيه صعبه ولا في هشاشه، ولكن شكون هما هاد لي كارتي؟ هو فقط قال لي كارتي اللي كيعرفوا صعوبه، قال هاد لي كارتي اللي كيعرفوا صعوبه بطبيعه الحال واللي كيكونوا التلاميذ ديالهم كذلك في السيزيام اني غادي يزيدوا ليهم ساعه واحده حصه، يعني غادي تكون عندهم واحد الحصه زايده ولا واحد الساعه زايده. كذلك فيما يخص المدارس قال باغي على اساس انه باش تكون 30 دقيقه ديال الرياضه، زائد يكون حصص فنيه، زائد يكون حصص ثقافيه، هادشي في المدارس. كذلك تكلم على انه باغي باش يقلل من عدد التلاميذ في القسم، باغي باش يقلل من عدد التلاميذ في القسم. وكذلك واخر حاجه قال على انه بالنسبه للتمدرس باغي باش يكون في الاحياء، كذلك عاود قالها في الاحياء اللي كتعرف صعوبه ولا هشاشه، انه يكونوا الوليدات الصغار يتمدرسون ابتداء من 2، ولكن كيف كنقول لكم هادو معطيات ولا هادو يعني بعض من التغييرات اللي الرئيس قال باغي انهم يكونوا ابتداء من سبتمبر هذا 2023 ديال الدخول المدرسي اللي كتسمى 2023 2024، ولكن ما عطاش النوع ديال هاد الاحياء ولا فين كاينين هاد الاحياء. دابا غادي نمشي معكم بالنسبه باش انني نمشي معكم بالنسبه ما مصير الجاليه المغربيه بخصوص تبادل الاليات. كتعرفوا على انه يعني الحكومه المغربيه وخصوصا وزاره الماليه والاقتصاد انها وقعت واحد البند مع الاتحاد الاوروبي في 2019. اشنو كيقول؟ كيقول على انه بالنسبه مثلا الاتحاد الاوروبي اذا بغى يعرف معلومات سواء بالنسبه للاموال في البنك ولا العقار ولا شي حاجه، بالنسبه انه المغرب يمكن انه يدوز له ولا يمموله. نظن هذه القصه كامله عرفتوها ويعني كنتو عارفينها. بطبيعه الحال كانوا كيستناو فوقتاش سوف ينفذ هذا الامر هذا، بحيث انه الاتحاد الاوروبي كيقول لك على انه المغرب لازال في واحد اللائحه
اللي كتسمى لائحه رماديه، بمعنى انه اللائحه الرماديه يعني من بين اللائحه لانه الدول اللي كتكون انها ما كت بحال نقولوا كتغطي ولا انها ما كتبينش فاش كيكون مثلا خروقات مثلا في تمويل الاموال ولا شي حاجه بحال هكا. المهم اللي بغيت انني نقول لكم وربما انه يفرحكم ولكن ماشي من عندي بطبيعه الحال، السيد بوريطة هو لانه هادي من اسبوع اشنو قال، وغادي نحاول اذا قدرت انني نخلي لكم في الاخر نتاع هاد لا فيديو باش تسمعوا يعني بودنيكم اشنو قال. قال على انه بالنسبه باغي باش يكون تعاون ما بين المغرب وما بين الاتحاد الاوروبي باش انه تكون مثلا محاربه مثلا في ما يكون تمويل الاموال وتهريب الاموال لتبييض الاموال، ولكن قال على انه شاف شكايه كبيره اكثر من 6 مليون مغربي اللي هما من الجاليه المغربيه، شاف شكايه على انه غادي هذا الشيء سوف يضرهم، وقال بما انه هذا الشيء سوف يضرهم الحكومه يعني اعادت النظر في هذا الامر هذا. وقال السيد بوريطة على انه الملك محمد الخامس عفوا الملك محمد السادس يعني كيخص واحد العنايه كبيره بالجاليه المغربيه، وقال كذلك على اساس انه سوف يكون هذا الامر خط احمر والجاليه خط احمر، بمعنى انه هذا الامر هذا راه ما غاديش يكون، يعني غادي يكون ما تعاون ما بين المغرب وما بين الاتحاد الاوروبي في امور اخرى ولكن ماشي في الامور اللي غادي تكون على اساس انه يتم يعني اعطاء حاجه اللي هي شخصيه. نظن انه في هذا الامر هذا راه يعني حاجه اللي هي واضحه، وغادي نحاول انني نخلي لكم جزئيه تسمعوها في اخر نتاع لا فيديو. دابا نمشي معكم لاخر خبر، وهو على انه بالنسبه للشرطه الفرنسيه كاين بعض الغضب، وربما كاين بعض لي كوميساريان اللي ماشي يخدموا اليوم بمدينه مارسي. فقط باختصار وهو انه فاش كان هنالك بعض اعمال الشغب طبيعة الحال كان هنالك شاب لانه على اساس انه ما دار حتى شي حاجه، ولكن تم يعني ضربه من طرف واحد الشرطي، هذاك الشرطي هو محتجز حاليا. الشرطه الفرنسيه كتقول يعني الاصدقاء ديالو كيقولوا على اساس انه بما انه شرطي ما خاصوش انه يسجن، وقالوا على اساس انه تقدروا تطلقوه وتخليوه ويتم ضمانه بمحل اقامته، يعني علاش غادي تشدوه عندكم؟ هادو يعني الاصدقاء نتاع الشرطي. هنا بطبيعه الحال كاين تضامن من طرف الشرطه، وكاين بعض لي كوميساريا اللي ما غاديش يفتحوا ولا ما غاديش يخدموا اليوم تضامنا مع هاد الشرطي نتاعهم بمدينه مارسي. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نحاول انني نخلي لكم الجزئيه اللي قلت لكم هكذا، وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو قادم. مع السلامه. السلطات المختصه بشان تبادل الي المعلومات المتعلقه بالحسابات الماليه، والثاني هو اتفاق المتعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول الأعضاء. هذه الاتفاقيات جاء التوقيع عليها بمبادرة بوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية في إطار مساعي المغرب وإجراءاته الاستئجارية للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للدول التي لا تمتثل للمعايير المرتبطة بالشفافية الضريبية. هذه اتفاقيات مهمة، جوج اتفاقيات مهمة، لأنها تأتي في إطار انخراط المغرب في المجهود الدولي لمكافحة الفساد والشفافية الضريبية، توقعوا في 2019. اللي وقع هو أنه في جوج الاتفاقيات كانت واحد تساؤلات مشروعة، ملاحظات واجهة، مخاوف معقولة من واحد الفئة من الشعب المغربي اللي عندها واحد العناية خاصة من قبل جلالة الملك، واللي حسات بان عن حق ولا هذا بان لا بيرسيبسيون هي ان هذه الاتفاقيات هذه يمكن لها فيها بعض المقتضيات اللي ما يمكن تمس بمصالح هذه الفئه اللي كتمثل واحد 6 مليون ديال المغاربه. في الصباح في اللجنه الحكومه قدمت العرض ديالها واستمعت بامعان لملاحظات الساده النواب انطلاقا من شرعيتهم تمثيليتهم وحملهم لهواجس المواطنين بما فيهم هذه الفئه من المواطنين، وكان نقاش مهم واللي الخلاصه ديالو هي من جهه ان المغرب ملتزم ويبقى ملتزم بتعهداته الدوليه في مجال دعم الشفافيه الضريبيه ومحاربه التهرب الضريبي، ولكن غيبقى منخرط في المجهود الدولي لمكافحه غسيل الاموال، وغيبقى يقوم بالدور ديالو على مستوى مكافحه تمويل الارهاب، ولكن في نفس الوقت الحكومه استمعت والحكومه خدات بعين الاعتبار كما قلت التساؤلات اللي كانت مشروعه، الملاحظات اللي كانت كثيره واجهه، ومخاوف اللي هي معقوله
اللي عبرت عليها الجالية، ولكن عبروا عليها كذلك السيدات والسادة النواب في اللجنة هذا الصباح. وكلها أمور اللي كتفرض بأن إذا كان الشرح خصو يكون أكثر، إذا كان توضيح لبعض المقتضيات خصو توضح، وإذا كان إعادة الصياغة باش ما يكونش لبس، ما يكونش سوء استعمال، ما يكونش أي شيء اللي يمكن تمس بحقوق الجالية المغربية. فبالتالي الحكومة واضحة في هذا الإطار، والنقاش اللي كان هذا الصباح كان نقاش مهم. السيد الوزير المنتدى في الميزانية كان واضح بأن الحكومة إذا كان ضروري ترجع تفاوض غادي ترجع تفاوض، وكان واضح بأن الجالية المغربية ومصالحها هي خط أحمر، خط وأي أحمر، اتفاق دولي ما يمكنش يتجاوز جالية ومصالحها هذه خط المصالح أحمر. هذه. وبأن هذا هو الفيديو ديال اليوم، نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، مع السلامة.